توجيه الشكر طبعا للعميد محمد مرجان بعد قضاء 3 سنين اكثر من رائعه على المستوى الاداري كمدير تنفيذي للنادي الاهلي، وطبعا توليه منصب نائب رئيس شركه السادات الوطنيه. الحقيقه العميد محمد مرجان، وكان انا اتعاملت معاه عن قرب، واحد من الشخصيات الاداريه المتميزه جدا المنضبطه جدا اللي لها فكرها ولها اسلوبها، ولولا كفاءته لما كان جلس على كرسي المدير التنفيذي في النادي الاهلي. كرسي المدير التنفيذي في النادي الاهلي ده واحد من اهم المقاعد اللي موجوده في النادي الاهلي، اللي هو يعني اللي بينفذ كل سياسات مجلس الاداره. وده مش بيدير فرع، ده بيدير 4 فروع، يعني بيدير الجزيره ومدينه نصر وزايد، وعندك فرع جديد شغال فيه في التجمع. كل فرع ليه اداره وليه مسؤوليه، ازاي يجمع ده وازاي ينسق بيهم وازاي يعمل الانجازات دي وازاي يحقق الانضباط والامن وكل متطلبات الاعضاء اللي موجوده جوه النادي الاهلي وينفذ سياسه مجلس الاداره. كل ده عمله محمد مرجان بكفاءه عاليه، واعتقد ان الكفاءه اللي قدمها محمد مرجان مع النادي الاهلي هي اللي اخذته الى منطقه ثانيه. صحيح، منطقه شركه السادات الوطنيه الكبرى، يكون نائب لرئيس مجلس الاداره، منطقه ثانيه مش هيخدم فيها النادي الاهلي فقط، لغايه ده هيخدم فيها مصر كلها. بالزبط. وهيكون فيه ليه نشاطات كبيره جدا ونشاطات موسعه جدا، يعني على مدار اكثر من 3 سنوات منذ انتخاب مجلس الاداره في اواخر 2017 لغايه دلوقتي، محمد مرجان ادى عمله بنجاح كبير جدا بكفاءه كبيره جدا بشكل مميز جدا. الحقيقه يعني الاهلي هيخسر حد بقيمه محمد مرجان، لكن في النهايه الاهلي دايما بيتمنى لاولاده التوفيق والتميز، لا سيما ان محمد مرجان من الناس اللي ولدوا داخل النادي الاهلي. محمد مرجان لم ياتي مديرا للنادي الاهلي من الخارج، محمد مرجان ولد في النادي الاهلي من اسره اهلاويه عريقه جدا طول عمرها جوه النادي الاهلي، فكان لاعبا في النادي الاهلي واداريا ومديرا اداريا الى ان وصل الى هذا المقعد المهم جدا اللي وصله لمقاعد اخرى. النادي الاهلي دايما بيحب اولاده يكونوا في منصات وفي مناصب عالية كبيرة جدا في كل مكان. كل التوفيق للعميد مرجان وكل التوفيق للقادم خلفه بشكل يعني مؤقت إلى أن يأتي مدير تنفيذي الأستاذ إبراهيم الكفراوي. صحيح. من الشخصيات برضو المميزة واللي مشهود لها بالكفاءة في مجلس الإدارة، أعتقد يبقى عنده مهمة مزدوجة سواء داخل مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية إلى أن يستقر النادي الأهلي على مدير تنفيذي جديد يقود المسيرة إن شاء الله ويتولى هذا المنصب المهم جدا خلال المرحلة المقبلة. الكمال لافت في النظر يمكن كمان تمسك النادي الاهلي بقيمه ومبادئه، لان طبعا الاستاذ محمد مرجان قيمه كبيره جدا وكفاءه كبيره جدا، لكن لما جه النادي الاهلي وشاف ان صعب ان الاستاذ محمد مرجان يمسك منصب المدير التنفيذي وفي نفس الوقت يكون النائب لرئيس شركه السداد، اتضح ان في تضارب مصالح. الرجوع للمستشار القانوني للنادي الاهلي قال ده كمان ضد اللائحه الاساسيه للنادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي كمان اكيد بيطبق السياسه على صحيح. على مر العصور ان هو انت عارف بعض الانديه او بعض ممكن يعني يظبطوا الدنيا ويبقى مؤقتا او تمشي الامور كده. النادي الاهلي مختلف تماما، حتى في قيمه كبيره جدا للاستاذ محمد مرجان، لكن طبعا اللوائح كانت تسمح او لا تسمح بوجوده في تضارب مصالح في الموضوع، وكمان على مستوى النظام الاساسي النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي طبعا بيقدم له الشكر بشكل اكثر من رائع. يعني بالطبع ده مهم كمان. طبعا لا سيما ان شركه السادات هي من الرعاه الاساسي للنادي الاهلي. بالظبط. فالشركه راعيه للنادي الاهلي ومدير التنفيذي النادي الاهلي نائب فيها، طبعا فعلا تضارب والاهلي انهى ده تماما. صحيح. يعني بمباركه النادي الاهلي وموافقه العميد مرجان وشركه السادات، يعني كله متفق على هذا الامر طبقا للوائح واسس بيمشي عليها النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي دايما بياخد الخط الواضح، الخط الصحيح. صحيح. الخط السليم، علشان ما فيش حد يقدر يعني يوجه له اي ملاحظات سلبيه من الخارج. يعني صحيح. كل التوفيق طبعا تاني للاستاذ محمد مرجان في منصبه الجديد، وباذن الله كمان كل التوفيق للاستاذ ابراهيم الكفراوي كمؤقتا الاداره ما بين عضو مجلس اداره والقائم باعمال المدير التنفيذي.